السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم من جديد. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. كما تلاحظون أصدقائي، اليوم معنا هذا مكبر الصوت. بصراحة أصدقائي، هذا مكبر الصوت فهو أتعبني وحيرني مشكل هذا مكبر الصوت. أصدقائي لاحظوا، الآن سوف أقوم بتشغيله. بسم الله، سوف أقوم بتركيب له هذه الفلاشة اليو اس بي. لاحظوا لقد اشتغل، وعندما نقوم بخفض الصوت لاحظوا الصوت لم ينخفض، ما زال الصوت موجود. لاحظتم هنا صفر، الصوت ما زال موجود، وعندما نقوم بالرفع الصوت لاحظوا لن يستجيب معنا. لاحظتم لن يستجيب، يبقى هكذا. لاحظوا هذا هو مشكل هذا مكبر الصوت. ومشكل الثاني أصدقائي، يبقى حوالي 5 دقائق وينطفئ، ينطفئ على هذا الشكل هكذا 5 دقائق ويعمل هكذا. المشكل الأول لا يستجيب للصوت عندما نقوم بالرفع أو الخفض، والمشكل الثاني يبقى 5 دقائق وينطفئ. إذن أصدقائي، عندما وجدت الحل لهذا مكبر الصوت قلت سوف أشارك هذا المشكل مع أصدقائي لكي نستفيد جميعا. ربما أحد من الأصدقاء أن يقع في مثل هذا المشكل. الآن سوف أريكم طريقة لكي نستفيد جميعا. أنا أصدقائي قمت بالاشتغال في هذه الواجهة، وفي قمت بالاشتغال في هذا مكبر الصوت مسبقا، قمت بالاشتغال في هذه الواجهة ولن أصل إلى سبب المشكل، وقمت بالاشتغال في الكارت لتكبير الصوت. الآن سوف أريكم البوردة لمكبر الصوت. كما تلاحظون أصدقائي، هذه هي البوردة لمضخم الصوت. هادو 3 ICs، رقمهم هو 20-30. هذا رقمه 20-30 لسماعة، وهذا 20-30 لسماعة الثانية، وهذا 20-50 لمكبر الصوت الوفر. إذن أصدقائي، هذه هي البوردة لمكبر الصوت. كما تلاحظون هناك 3 ICs لتضخيم الصوت. هذا IC مسؤول عن سماعة فهو رقمه TDA2030، وهذا مسؤول على السماعة الثانية رقمه TDA2030، وهذا الIC هذا فهو مسؤول على هذه السماعة الكبيرة الداخلية، رقم هذا الIC 2050. إذن أصدقائي، هناك 2 من المكثفات رقمهم كما تلاحظون 25 فولت على 3300 ميكروفاراد، وهناك محول أصدقائي كما تلاحظون. إذن الآن سوف نشتغل هنا في هذا المكان. أصدقائي، أنا قمت بالشغل في هذه البوردة مسبقا لأن هذه المقاومة كانت في الأسفل، وقمت برفعها هنا لكي يتضح معنا كل شيء. إذن أصدقائي، هذا عبارة عن منظم الجهد. الآن سوف نقوم بتشغيل مكبر الصوت لكي نقوم بالقياس عليه. إذن هذا هو سالب المكتف، وهذا هو الموجب. لاحظوا في الملتيمتر كم يوجد من فولت هنا، 20 فولت. لاحظوا 20 فولت، وهذه 20 فولت موجب للمكتف، فهو متصل بهذه المقاومة، وهذه المقاومة متصلة بمنظم الجهد. لاحظوا هنا في هذا الطرف 20 فولت، هذه 20 فولت تدخل إلى منظم الجهد وينظم لنا 5 فولت كما تلاحظون. إذن أصدقائي، عندما نشغل مكبر الصوت
هذا المنظم الجود فهو يسخن بدرجة كبيرة أصدقائي، يسخن بدرجة كبيرة. إذن قلت بأن منظم الجود غير شغال، قمت باستبدال هذا المنظم الجود بواحد آخر وبقي نفس المشكل، يسخن لدرجة كبيرة ويبقى نفس المشكل كما رأيتم في الأول. وقمت بتغيير واحد آخر وبقي نفس المشكل، وقمت بإزالة هذه المقاومة وقمت بقياسها فهي تعطيني قيمة صحيحة، وقمت بتغيير واحدة أخرى وبقي نفس المشكل، سوف أقوم بإزالتها. إذن قمت بإزالة المقاومة والآن سوف نقوم بقياسها. لاحظوا في الملتيمتر 4 حوالي 5 أوم، هذه هي قيمتها، هذه هي قيمتها. الآن سوف نأتي بواحدة أخرى لكي نتأكد، ها هي واحدة أخرى مثلها تماما. لاحظوا حوالي 5 أوم، لاحظتم؟ إذن المشكل ليس من المقاومة. الآن قمنا بالتأكد بأن المقاومة ليس هي سبب المشكل. إذن أصدقائي فين أين يكون المشكل؟ كما رأيتم المقاومة فهي جيدة، والمنظم الجود فهو يخرج لنا 5 فولت فهو جيد. إذن من أين سوف يكون المشكل؟ في الأول قلت بأن يمكن واجهة مكبر الصوت بها مشكل، وقمت بفحص العديد من المكتفات والديودات، قلت له ربما يكون قصر ويقوم بإرجاع لنا الكهرباء إلى منظم الجود فيبدأ يسخن، ولكن واجهة مكبر الصوت فهي لا يوجد بها أي مشكل فهي شغالة. قمت بتشغيلها بشاحن 5 فولت اشتغلت بشكل جيد، فالمشكل حاصل هنا أصدقائي في هذه الدائرة. إذن أصدقائي سوف أريكم طريقة كيف قمت بإصلاح هذا المشكل. أصدقائي هنا تدخل 20 فولت، على المصنع أن ينتبه إلى هذا الأمر. هذا منظم الجود فهو لا يحتوي على مشتت حرارة أصدقائي مثل هذا. إذن وتدخل له فولتية عالية أصدقائي، تدخل له 20 فولت ويقوم بتنظيم لنا 5 فولت في هذه الجهة. إذن 15 فولت أين تذهب؟ 15 فولت أصدقائي تذهب إلى السالب، هذا هو السالب، تخرج عبارة عن سخونة أصدقائي. ذلك 15 فولت التي تبقى من 20 فولت تخرج عبارة عن سخونة هنا، وهنا علينا أن نقوم بوضع مشتت حرارة لكي يبقى هذا منظم الجود شغال لمدة طويلة ولا يقع به أي مشكل. إذن في هذه الحالة قمنا بتغيير المقاومة وقمنا بتغيير هذا المنظم الجود ولم يشتغل، بقي نفس المشكل كما رأيتم. إذن سوف أريكم الطريقة التي قمت بفعلها واشتغلت معي أصدقائي، وقمت بتجريبها لمدة يوم والمكبر الصوت مشتغل بصوت مرتفع ولا يوجد أي مشكل ولا أي سخونة. إذن سوف أريكم الطريقة التي قمت بفعلها أصدقائي، تابعوا معي. الآن سوف أقوم بإزالة هذا منظم الجود. إذن لاحظوا أصدقائي عملت هناك ثقب لكي نقوم بوضع هذا المكان هنا على هذا الشكل. فهذا أصدقائي عبارة عن منظم الجود 78.05 إن كان ظاهر لكم، فهو مثل هذا منظم الجود، ولكن هذا فهو يحتوي على مشتت حرارة. وحتى المقاومة أصدقائي سوف أقوم بتغييرها. إذن سوف أقوم بتركيب هذا منظم الجهد على هذا الشكل.
إذن أصدقائي قمت بوضع منظم الجود على هذا الشكل. هذا هو الدخل للفولت، وهذا هو السالب الوسط، وهذا الطرف هو للخرج، الخرج الذي يدخل إلى واجهة مكبر الصوت يشتغل بها المعالج. إذن أصدقائي الآن سوف أقوم بإحضار مقاومة. إذن هذه هي المقاومة التي سوف أقوم بتركيبها. لاحظوا قيمتها 15 أوم كما تلاحظون، حوالي 15 أوم. فهذه المقاومة فهي قوية وتخفف على المنظم الجود ذلك الضغط، الضغط الشديد. عكس هذه أصدقائي فهذه قيمتها 5 أوم فقط، مثل الفيوز. لاحظتم حوالي 5 أوم، فهذه سوف تقلل لنا الفولتية قليلا لتخفيف الضغط على منظم الجهد، حوالي 15 أوم. وإن وضعنا 20 أو 25 أوم أصدقائي سوف تصبح هنا في الدخل 12 فولت فقط، 12 فولت فقط. إن كانت لدي مقاومة 25 أوم كنت سوف أضعها هنا مثل هذه، سوف أضعها هذه 15 كنت سوف أضع 25 وكانت سوف تصبح هنا 12 فولت فقط في دخل منظم الجهد. عندما تصبح هنا 12 فولت المنظم الجهد سوف يشتغل بدون أي سخونة. ولكن قمت بوضع هذا منظم الجهد به مشتت حرارة وهذه المقاومة 15 أوم، إذن الوضع سوف يكون جيد. هذه سوف تخفف الضغط على منظم الجهد، وتلك الحرارة التي سوف تبقى سوف منظم الجهد سوف يشتتها عبر هذا المشتت. إذن الآن سوف أقوم بتلحيم هذه المقاومة في موجب المكتف. وسوف أقوم بوضعها في دخل منظم الجهد. هذا هو مكان دخل منظم الجهد. هكذا. إذن الآن سوف نقوم بالقياس من جديد. سوف أضع هذا المجلس في سالب المكتف، هذا هو السالب، وسوف نقوم بوضع هذا الموجب في المقاومة. لاحظوا أصدقائي الآن حوالي 15 فولت فقط وليس 20 فولت كما كان في الأول. في الأول كانت 20 فولت تدخل إلى منظم الجهد وكانت تكون به سخونة عالية. الآن قمنا بتخفيف عليه الضغط وقمنا بعمل عليه مشتت حرارة. أول شيء قمنا بعمل هذه المقاومة لتخفيف عليه الضغط، قمنا نقصنا حوالي 5 فولت على منظم الجهد. الآن عليه حوالي 15 فولت فقط. لاحظتم وقمنا بعمل مشتت حرارة ولاحظوا في الخرج 5 فولت كما تلاحظون، 5 فولت فهي موجودة بالكامل. لاحظتم؟ إذن الآن فالوضع جيد. إذن الآن المقاومة فهي دافئة، لا يوجد بها حرارة عالية فهي دافئة، والمنظم الجهد حتى هو دافئ أصدقائي، لا توجد به أي حرارة مرتفعة، دافئ.
إذن الوضع فهو طبيعي الآن. الآن مكبر الصوت سوف يشتغل معنا بشكل جيد. هذه هي الطريقة أصدقائي. إن واجهتم مثل هذا المشكل فهذا هو الحل أصدقائي. قمت بعمل هذه الطريقة واشتغلت معي حوالي يوم بالكامل، ومكبر الصوت فهو شغال بصوت مرتفع ولن ينطفئ، ومستوى الصوت فهو يرتفع وينخفض، لا يوجد أي مشكل. إذن الآن سوف نقوم بالتجريب. إذن أصدقائي الآن سوف نقوم بالتجريب. بسم الله. سوف نقوم بتركيب له هذه الفلاشة USB. سوف أقوم بتركيب له هذه السماعة. إذن الآن سوف نقوم بتجريب له مستوى الصوت. إذن الآن مكبر الصوت فهو يستجيب أصدقائي لخفض الصوت ولرفع الصوت. إذن الصوت الآن فهو منخفض. الآن سوف نقوم برفع الصوت. لاحظوا مكبر الصوت الآن فهو يستجيب معنا. إذن أصدقائي، هل كنت تظنون بأن المشكل كان من منظم الجهد؟ بالطبع لا، لأن منظم الجهد عندما نقوم بالقياس عليه نجد 5 فولت فهي موجودة، ونقوم بتغيير واحد آخر ويبقى نفس المشكل. إذن أين المشكل؟ المشكل أصدقائي فهو في المصنع. أصدقائي المصنع وضع 20 فولت في منظم الجهد ولم يضع له مشتت حرارة. إذن منظم الجهد أصدقائي من هذا النوع، من هذا النوع علينا وضع عليه 15 فولت فقط إن لم يكن لديه مشتت الحرارة. 15 فولت أو 12 فولت أفضل، ولكن 20 فولت سوف يسخن وسوف تجد عليه 5 فولت، ولكن ذلك 5 فولت سوف تعمل لك مشكل في المعالج. إذن قمنا بهذه الطريقة أصدقائي، وقمت بإصلاح الحمد لله هذا مكبر الصوت، فقلت سوف أشارك مع أصدقائي هذا المشكل لعل وعسى أن يراه أحد المتابعين ويكون له مشكل مثل هذا حاصل فيستفيد من هذا الدرس أو هذا الفيديو أصدقائي. إذن أصدقائي وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن تستفيدوا من هذا المشكل، وأتمنى هذا الفيديو أن ينال إعجابكم. لا تنسوا دعمنا بزر اللايك والاشتراك أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.